أهلا بيكم مع إشراقة أمل جديدة وزهرة من زهرات متحدي الأعاقة. في مقولة بتقول الإنسان ليس بشكله ولا بحجمه ولكن بفكره وعمله. وفي مقولة تانية بتقول إن كل إنسان عنده إعاقة، لأن الإعاقة ليست فقط في الجسد وإنما قد تكون في الفكر أو في الإحساس. العبرة بمن يستطيع تحويل الإعاقة إلى طاقة. زي صديقتنا بالظبط ما بتعمل، اكتشفت الطاقات والقدرات اللي عندها وبدأت تبرزها وتعيش حياتها وتستمتع بيها وهي على ثقة شديدة بقدرتها.